النظرية بتقول إن البرامج أفكار، والأفكار عشان توصل من خلال شاشة محتاجة استوديو وديكور وإضاءة وحاجات كتير، منها المذيع. إحنا قررنا نتحدى النظرية، نزلنا الشارع بالبرنامج بندور على الأفكار والناس. هنوصل لك وأكيد هنقابلك، بس أنت خليك على الرصيف. أهلا وسهلا بيكم، حلقة جديدة من برنامجكم على الرصيف، أسئلة ومواقف وتحديات مع أجمل شعب في الدنيا. تعالوا نشوف حد تاني. شكرا. واحد حلق شعره 5 مرات ما وقعش ولا شعره منه، تفتكري ليه؟ 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 ها؟ ليه؟ في جايزة ليه؟ ما اعرفش. ليه حلق شعره 5 مرات ما وقعش ولا شعره منه؟ كنا اقرع؟ اقرع من الاول اكيد اقرع يعني. انه اصلع حلقش شعره خمس مرات ما وقعش منه ولا شعره. ولا شعره عشان اقرع؟ لا، عشان هو سنة مش عارف بصراحة. ولا شعره انه اصلع؟ اصلع؟ تفتكري ليه؟ لانه هو اصلع. هي كان اقرع على ولا ايه؟ كان اقرع. كان عشان اقرع ولا شعره؟ مش عارف، افتكر عشان الامراض. لا، 5 مرات لما بيحرق قرعه الناس بتضحك عليه، فلما انا ما بحلق بحس برضه كل الناس بتضحك، ايه ده؟ ايه الحاجه ده؟ حلق كده ليه؟ ومش عارف ايه يا ابني، روح عند الحلاقه ليه خفيف لك دي؟ مش عارف ايه. لا بس احنا مميزين فعلا فعلا فعلا. هو اللي بيحلق، هو الحلاق. صح. بننطقها غلط؟ مش عارف. الشتيمة، الكذب. الكلمة اللي بينطقها غلط؟ لا مش فاكر، لا مش فاكر. كلمة بننطقها غلط؟ لا مش فاكر. بالرغم؟ لا ما اعرف. في كلمات كتيرة موجودة في المفردات اللغوية بتبقى غلط. ايه الكلمة اللي بننطقها غلط؟ الله اعلم. بننطقها غلط. ايه؟ لا ما اعرفش. كل كلام فعلا فعلا كل كلام. لا ده كلام كتير يعني. برطمان بنقولها غلط. ما انا قلت برطمان. حاجه تاني. انت هي كم والمفروض اقول كم حاجه؟ قول كتير زي ما تقول. انت عندك مثلا برطمان دلوقتي بيقولوا دلوقتي حاجات بقى في الانجليش مثلا. انت عارفه بقى الكلام يعني، مثلا يقول لك especially بالرغم بالرغم كلام تاني بيتقال غلط. والله احنا كل كلامنا غلط على فكرة. ايه هي الكلمة اللي بننطقها غلط؟ كلمة خطأ. متأكد؟ متأكد. اكيد اكيد. صح. الف مبروك. وصلنا لفقرة التحدي. جربت مرة تشحت او حد يسلفك 10 جنيه علشان تروح بيها علشان كل فلوسك ضاعت منك؟ تعالوا نشوف. التحدي بتاعنا، لو استلفت فلوس من حد دلوقتي في الشارع هيبقى ليك جايزة. تقدر تعمل كده؟ لا ما اقدرش، صعب عليك. طب نجرب؟ نجرب مع بعض. نجرب نعمل ايه؟ نشحت. نشحت؟ هنقول ايه لما نيجي نشحت؟ فلوسك ضاعت وعايز تروح. معقولة؟ محدش هيصدقنا وتهالي الناس كلها. هتكسب اكبر. تكسب اكتر. نحاول. يلا نحاول. هات الشنطة. يلا. لا صعب عليا. لا صعب عليا. تقدري تعملي كده؟ لا. في جايزة لو عملت كده؟ لا ما اقدرش ابدا والله. تيجي نجرب مع بعض المرة الجاية؟ لا. تيجي نجرب؟ لا لا بصراحة. قول انا طول عمري شحات. هتقول لهم ايه لو جربت انك تشحت؟ والله انا ممكن اقول له ساعدني، بس انا اللي انا بسمعه من الناس اصلا انا ما اعرفش يعني بتيجي ازاي يعني. لا شكرا. لا خالص. استني يلا. قلت له ايه علشان تشحن؟ ولا اي حاجه. قلت له هات 10 جنيه صرف الدهالي على طول كده. على طول. طب قول لنا لو انت قربت ان انت تشحن هتقول ايه؟ لا اشحن ده صعب. اما انت كسبت معانا الف مبروك. استلفت فلوسي كلها ضاعت. نجرب. طب يلا وريني هتعمل ايه.
لو سمحت ينفع 5 جنيه؟ نعم 5 جنيه. ليه؟ بستلف منك 5 جنيه. اوكي بس ليه؟ هنجيب بيها حاجة عشان معيش فلوس. معكش فلوس؟ اه. المفروض ما تطلعش من البيت الا لما اهلك تشوفوا التزاماتك ايه؟ ما انا كان معايا فلوس بس صرفتها. صرفتها؟ اه. طيب صرفتها في ايه؟ جبت بيها حاجات حلوة انا واصحابي. كويس جميل جميل. يعني ما بتشربش سجاير وما بتشربش حاجة وحشة؟ لا طبعا. طيب. انت اكيد عايز 5 بس؟ اه 5 بس. كيف تكفيك 5 بس؟ كفيني بس. ودي جايزتك عشان تعرف تروح. شكرا. لا لو فلوس حضرتك كلها وقعت منك وعايز تروح هتعمل ايه؟ اتصل باي حد يجيني. معكش كريدت. اتصل باي حد يجيني. لو اتصل بتليفون اي حاجه لازم. همشي ازاي من غير تليفون؟ مفيش اي تليفون فصل شحن. تليفون فصل شحن؟ هشوف راجل جنتي لا اقدر اتكلم معاه واكيد هو هيحس ان انا في ظرف طارئ مش هطلب منه اكثر من مكالمه. همشي. طب التحدي بتاعنا لو استلفت فلوس من حد في الشارع هيبقى ليك جايزه. ما انا ما عملتهاش عشان اقدر اعملها. تيجي نعملها تاني مع بعض؟ طب ولو عملناها يا سنه يعني هقف ازاي؟ هقول له مثلا سلفني او انا محتاج او مش هتيجي. انا ممكن اجي على نفسي لو انا مثلا فلوسي ضاعت مني او ما معيش فلوس امشي المشوار بتاعي او اللي هعمله مع نفسي ان انا افضل ماشي لغايه لما ربنا يفرج عليا بطريقته. لو مش هقدر اقول لحد اديني حاجه. لو حد هيستلف من حضرتك هتديله؟ اه. يعني ممكن تديه 50 جنيه؟ 50 جنيه. العالم كله عارف ان احنا شعب ابن نكته، بنحب الضحك اكتر من اي حاجه في الدنيا، عايزين حد موهوب في النكت الرخمه والجمهور كالعاده هو اللي هيحكم. تقول لنا نكته رخمه؟ قديمه؟ رخمة. رخمة. مرة واحد راح يشتري حلاوة قال له ما عنديش، هو عنده جوه. يرخم كده؟ لا انا ضحكت مش رخمة. لا معرفش مفيش اي حاجة خالص. رخمة. انا مش رخم. مش حلو. انا مش رخم. مش فاكر. مش فاكر والله. والله مش فاكر. مش فاكر. الترجمة. ترجمة. والله مش فاهم. واحد ماشي ماشي انقلب عيش تجاري. ايه؟ واحد ماشي ماشي انقلب شماشي. حكش يعني؟ بس دي رخمة. لا مش رخمة. انت قلت لنا نقطة رخمة ودي جايزتك. ألف مبروك. الله يبارك فيك.